والله يا طبعا انا سعيد بان الكابتن يحيى باقي في نادي النصر لثلاثه مواسم، خاصه يعني انه الاداره الحاليه بقياده الاخ العزيز سعود ال سويلم تعمل بجد واجتهاد من اجل موسم نصراوي في العام القادم يكون النصر في افضل مستوياته ويعود الى المشاركه وبقوه في كاس اسيا. ولهذا انا اوجه رسالتي للنصراويين كافه أن المدرج النصراوي يجب أن يكون للنصر فقط، وأن الإعلام النصراوي يجب أن يكون للنصر فقط، وأن كل ما هو نصراوي يجب أن يكون داعما للنصر فقط، وأما بقية الأندية فتتنافس فيما بينها. وأتمنى أن يتخلص النصراويين من سيناريو وثقافة قديمة تدعم أندية ضد أندية. النصر في الموسم القادم وعلى مسؤوليتي حيكون في وضع فني ومالي واقتصادي عالي جدا. يا نصراويين، يا مدرج الشمس، ساندوا العالمي، فأنتم للنصر والنصر منكم، وإن شاء الله في موسم قادم إن شاء الله سيكون فيه للسعادة والبهجة والفرح الكثير من الأوقات. طيب، هذا معالي المستشار الآن أستاذ تركي آل الشيخ، تمام، أيضا يتكفل بتجديد عقد يحيى الشهري. هو جاب للنصر عبد الرحمن العبيد، يعني هذه الآن هو عبد الرحمن العبيد انتقاله من القادسية للنصر كان بدعم مباشر من معالي المستشار. اليوم يحيى الشهري تم تجديد عقده، لاعبين كثر ودعم للإدارات، سواء إدارة الأخ العزيز سلمان المالك، ومعروف يعني أساسا أنا دائما ما أحب أكرر كلام هو أساسا واضح. أنا أتمنى من الجماهير، جماهير الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، كل الأندية التي حصلت على الدعم، ترى الهيئة العامة للرياضة تنتظر منكم فقط الوفاء، الوفاء، الوفاء معها، لأنها جاءت وحضرت لتصحح أخطاء ارتكبها من ناس عاملين في المؤسسة الكروية نفسها، في الأندية نفسها. الأخطاء التي تعالجها الهيئة العامة للرياضة ليس للهيئة العامة للرياضة أساسا أي دور فيها، إنما جاءت للعلاج. فما هو معقول ناس قاعدين يعالجون لكم مشاكلكم. يعني الآن أنا أعرف أن المبلغ تجاوز 300 مليون التي صرفت على الأندية من أجل علاج مشاكلها، فما تنتظره منكم اليوم الهيئة العامة للرياضة هو الوفاء فقط. يعني إحنا ننتظر منكم هاشتاقات تساند الهيئة وليس هاشتاقات تسيء للهيئة. يعني اليوم السوشيال ميديا هي التي تسيطر على المشهد الإعلامي في كل أنحاء العالم. الهيئة تستحق منكم وفاء وهاشتاقات حسنة وهاشتاقات تدعم موقفها. طيب، من أجل الرياضة السعودية أفضل. طيب بنواف.